وكان بوجود الأخ طارق سويدان و وعبد الله عتيقي، وكان أيضا عبد العالي القناعي من السفارة، وكان أخوان كثير من موجودين من أعضاء السفارة. فهذا الموضوع يعني مع الأسف. طيب إيش سعود، هل في محضر رسمي سجلتوه بالاجتماع؟ نحن ذاك الوقت يا أخي إحنا في شهر أكتوبر بعد الغزو، ليس هناك محاضر، هناك شهود على هذه الحادثة. وتم هذا اللقاء وطلبوا هذا المبلغ، وقلت لهم بأنه لا أستطيع أنا أن أوفر المبلغ، لأن لم أتلقى تعليمات أيضا من حكومة بالطائف حول هذا الموضوع. ولكني مع الأسف عندما كانت الحكومة الكويتية في المنفى في الطائف، ولكن مع الأسف يعني وجدت بأن سألت سؤال واحد، وكان يعني السؤال في محله، بأن يجب أن يكون في تنسيق ما بيننا وبين الجهود هذه الجماعة اللي أتت لإنشاء هذه الهيئة العالمية الإسلامية. وسألت سؤال واضح صريح بأن ما هو الطرح تريدون طرحه في المراكز الإسلامية والمساجد في الولايات المتحدة والآخره. كانت الفكرة هم أنهم يطوفون بالمراكز الإسلامية لشرح قضية الكويت. فتفوجئت بأن الطرح كانت تروحون يجب أن نقاتل التواجد الأجنبي في المنطقة واستبدالها بقوات إسلامية لتحرير الكويت. ما أعتقد أن فينا أحد يختلف عن هذا الموضوع، بأن لو وجدت قوات إسلامية أو عربية لتحرير الكويت فكان أهلا وسهلا بديل من قوات الأجنبية في المنطقة، ولكن نعلم يعني ليس هناك أي نوع من إمكانية لتوفير هذه القوات. ولكن لفت انتباهي أنه يجب أن نقاتل التواجد الأجنبي في المنطقة. فهنا طبعا أنهيت هذا الاجتماع، ولم أكن يعني راضي عن هذا الطرح أي شكل من الأشكال، و يعني ما اقتنعت بالفكرة ورفضتها وأنهيت. لا، لأن وجدت بأن في توجه اختلف تماما. يعني أكبر دليل ذلك أيضا يعني مش قضية الاجتماع اللي تم بيني بين الجماعة ذي اللي شاهدين عليه أعضاء السفارة الموجودين حاليا وكلهم في مناصب، وأنا أيضا أكرر أن السيد طارق سويدان استهان في شخصيات مثل عبد العال القناعي وسفيرنا في روما حاليا، وقال انهم يشتغلون هو سماهم مع الاسف انهم موظفين عند سعود الناصر، ليس موظفين عند الناصر، هذول اشخاص في الدولة. والان الدكتور علي الطراح ايضا هو عميد كلية الاداب جامعة الكويت. عيب على شخص يدعي بانه داعية اسلامية بان يستهين بمثل هذه الاشخاص في هذا المجال. لذلك يعني المصداقية مهمة جدا، وأكبر دليل على ذلك يعني وجود الشخص طارق سويدان أيام الغزو وتواجده في الولايات المتحدة الأمريكية. فوجئت بأن بعد ما الحكومة بالطائف شكلت وفد شعبي لشرح قضية الكويت، شكلت وفد شعبية جالت يعني قامت بجولات عديدة في العالم، وحضرت إلى حضر الوفد كامل إلى الولايات المتحدة، وكان برئاسة الأخ راشد عبد العزيز الراشد، وعضوية الدكتور محمد صباح السالم وزير خارجية حاليا، وأيضا أسماء أخرى كانت حاضرة ضمن هذا الوفد، وهم فوزي مساعد الصالح وطلار زوقي وعامر التميمي ودكتور حسن إبراهيم انضم إلى الوفد من واشنطن. قاموا هؤلاء بطلب، طبعا رتبنا لهم مقابلات مع المسؤولين لشرح قضية الكويت إلى آخره، وقاموا بزيارة لمساعد وزير الخارجية للشؤون الشرق الأدنى في ذلك الوقت، وكان جون كيلي. وبقدرة قادر لا أعرف من أين انضم السيد طارق سويدان لهذا الوفد في حضور الاجتماع مع جون كيلي. كان اجتماع مفتوح ولا اجتماع مغلق؟ مغلق. فكان الاجتماع مغلق. طب شلون واحد إذا ما لا أعرف أنا كيف انضم. هم أعضاء الوفد اعتقدوا بأن إحنا كسفارة رشحنا للحضور، وأنا لكن تعلم بحضوره مع هذا الوفد، لأن لم يكن هناك تسمية رسمية له أتت من الطائف لضمه لهذا الوفد. حضر معهم، وهم كانوا تحت انطباع بأن نحن رشحنا للحضور معهم، وكان في سوء فهم بين الوفد حول الموضوع. ولكن ما دار في هذا الحديث، وأعتقد الشهود أحياء يرزقون يعني موجودين. طيب وش صار بالاجتماع؟ الاجتماع حضروا بالإخوان وشرحوا قضية الكويت، وكانت على نفس النهج ونفس التوجه اللي كنا نتحدث فيه دائما في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه دولة تحت الغزو ونحتاج إلى مساعدة ومساندة في الولايات المتحدة ودول التحالف. وإذا بهم يتفاجؤوا بأن طارق سويدان ينشق
ويقول لجون كيلي بأن هذا الكلام اللي سمعته لا يمثل وجهة نظرنا الإسلاميين، ونحن لدينا وجهة نظر مختلفة عن ذلك، وأريد أن أتحدث معك على انفراد وأبين وجهة نظري حول هذا الموضوع. يريد أن يتحدث مع جون كيلي، مع جون كيلي على انفراد. فتفاجأ يعني جون كيلي بموقف شخص كان يعتقد هو من أعضاء الوفد الرسمي في هذا الموضوع. أنت كنت حاضر الاجتماع؟ لا سلام، لا ما حضرت الاجتماع، أنا حددت لك الأشخاص اللي حضروا هذا الاجتماع. فرجعوا الأخوان من الاجتماع كانوا مستائين جدا من ما حصل، وانتهى الاجتماع كذا، انتهى الاجتماع كذا على الموضوع. طيب اجتماع مع جون كيلي على انفراد ولا لا؟ اسمح لي خلينا نكمل الموضوع. أن رجعوا للسفارة وكانوا متفاجئين فيما حصل، وكانوا جدا مستائين الكلام اللي دار. وبعدها تلقيت اتصال من جون كيلي وأبلغني في هذا الموضوع، وقال لي بحرف واحد: رجاء إذا أتت وفود بمثل هذا الشكل لمقابلتنا أن ينسقوا فيما بينهم قبل أن يأتون بآراء مختلفة. هذا أكبر دليل على هذا الموضوع، بأن يعني ليس فقط سعود الناصر، أما هذه وفود شعبية أتت وسمعت هذا الكلام من هذه من. طيب بس من قال هو وش وجهة نظر الإسلاميين؟ ماذا يمثل الإسلاميين؟ ماذا يريدون؟ ما كان يريدون التدخل الأمريكي في المنطقة الإسلاميين في ذلك الوقت. يا أخي شوف، ارجع إلى مذكرات يوسف ندى اللي عرضت في أحد المحطات الفضائية العربية. يوسف ندى ذكر في أحد مقابلاته بأن أثناء فترة الغزو قام بزيارة صدام حسين، وكان معاه مواطن كويتي برفقته عندما زار صدام حسين. من هو هذا المواطن؟ نحن نريد أن نعرف الآن، وأتمنى من الحكومة الآن حاليا ومن الجهات الأمنية الحكومية أن تحاول أن تعرف من السيد يوسف ندى، وهو أحد منظمين إخوان المسلمين معروف واللي يعيش في المنفى حاليا، أن من هو هذا المواطن الكويتي الذي قام بمرافقة يوسف ندى لمقابلة صدام، وما دار من حديث في هذا الموضوع. وبالتأكيد أن كان في تنسيق بين الإخوان المسلمين لأي صفقة مع صدام حسين بالنسبة لتحرير الكويت، وهذه كانت تخوف. كنا نحارب على جبهات عديدة أخ تركي، كنا نحارب نظام صدام حسين، كنا نحارب الدول العربية وغيرها اللي أخذت المؤيدة ما كانت يسمى بدول ضد، وكنا نحارب هذه التيارات الإسلامية في ذلك الوقت التي كانت لا ترغب بتدخل الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف تحرير الكويت. كانت توجه أنتم يعني توجه داخلي، يعني في المملكة العربية السعودية الشقيقة وجدتم أيضا يعني صعوبات وكثير من الأمور لقبول هذه القوات وبهذا الحجم في المملكة. وأنا مقدر يعني كل الصعوبات والمشاكل اللي تعرضتونها. أنا عندي صعوبات أني أخلي لازم أوقف عند الفاصل. أيها الإخوة، فاصل قصير، نعود بعده في إضاءات لمواصلة حوارنا مع الشيخ سعود الناصر الصباح. فابقوا معنا.